رجعنا مع حضراتكم. عادل، كنا بنتفرج على اهداف للنادي الاهلي، اهداف مختلفه، وشفنا ان في تنويع شويه في الاهداف او تنويع في اللعيبه اللي بيجيب الجوال. على سبيل المثال مثلا في مباراه سجل علي معلول ومحمد هاني، في حمدي فتحي، في عمرو السوليه، في مروان، في وليد سليمان، في يعني ما فيش بقى دلوقتي الاهلي ما بيعتمدش ان عندي واحد هداف هو ده راس حرب او ايا كان. لا، ده اعتقد ميزه في النادي الاهلي اكيد طبعا، والقادمين من الخلف هو بيعتمد عليهم. فايلر دايما يمكن اجوانه كلها كانت بتيجي من الناس بتوع نص الملعب، والتنوع بيجي حتى من المدافعين والناس اللي جايه من بره. عشان كده فاكر لما كان بيلعب اجير راس حربه، بيلعب اجير راس حربه علشان الثبات، حته الثبات عشان الناس اللي تيجي من تحت دايما يسندوا عليه. ولكن التنويع برضو في الاهداف بتديك فرص كتيره قوي جوه الملعب. احنا عارفين انه لما بتكون عندك النسبه من 10، لو قلنا من 10 نسبه التهديف بتبقى عندك 4.5 او 5، دي بتبقى هايله جدا. النادي الاهلي عنده نسبه التهديف حوالي 4.5 5 في لعيبه كتيره قوي. لو حسبناهم ال 10 تلاقي في مثلا علي معلول مدافع بس بنقطه المهاجم يقدر يجيب جون ويقدر صحيح. يعني دلوقتي عمرو السوليه يعني ربنا يرجعه بالسلامه، لكن حمدي فتحي دلوقتي وحمدي فتحي في الكور الثابته بيعرف ان التايمنج بتاعه كويس، بيطلع بدماغه كويس. السوليه كان بيشوط كويس ودماغه كلها على الجون. ديانج برضو كان بيطلع وبدا مظبوط. وحاجه ثانيه مهمه كمان انه اللي مش مكانك انت ممكن تروح في المكان ده زي علي معلول. يعني فاكر جون الزمالك اللي جابه علي معلول، الكره الفاول اللي اتلعب ورجع، وعلي معلول اللي هو كان الباك ليفت اللي راح وكمل وعمل وظيفه المهاجم. طيب. فجميل جدا ان يكون عندك فرص تهديف كتيره، فدي قوه النادي الاهلي في الوقت ده، ولازم هو ده اللي هيحصل لانه النادي الاهلي بيلعب الفرق كلها بتعمل تكتل، فاللي بيعمل تكتل الناس اللي قدام بيبقوا ممسوكين كويس قوي، فلازم يفتحوا للناس اللي جايه من بره. بالظبط. عشان كده فرص اللعيبه الهدافه اللي بتلعب في وسط الملعب في النادي الاهلي وفي الانديه الكبيره اللي بتلعب الفرق اللي بتعمل زون ديفنس عليها، بتبقى فرصتهم في الاجوان بتبقى اكتر من المهاجمين. صحيح.